السلام عليكم خاوتي ازول، تحيه لكل شعب جزائري داخل وخارج الوطن، تحيه عطره لكل شعوب المغرب العربي الكبير من المغرب الى تونس الى ليبيا الى موريتانيا. تحيه عطره من قناه اوروفينك، زاد قناه اخبار كره القدم الجزائريه وخاصه الافريقيه والعالميه. خاوتي حصه اليوم اسمحوا لنا على التاخير، حنتكلم على نهايه الشان ومخلفات النهائي واخفاق اشبال مجيد بوغرة، ولكن لن نتكلم تقنيا لان الامور واضحه وتحجز. حنتكلم على تنظيم النهائي وعلى من تسبب في مهزله التذاكر، وخاصه لما تشوف فيديوهات من مناصرين جزائريين يتمنون للمنتخب بالانهزام وبالخساره نكايه في هذه المسؤولين اللي حرموا الجماهير من دخول الملاعب، وتشوف ناس دخلوا لا علاقة لهم بكرة القدم. هذه الأمور شدت انتباهي كثيرا وحزت في نفسي من تشوف جماهير تتمنى حقيقة فيديوهات تمنيت ما كانتش علنية، لأنها عملت أنا أطرت فيها روحوا لولو، هذا منتخب بلادنا وما نتمنولاش الخسارة. ولكن من تشوف كي راه يخرج فيها من قلبه، هو ماهيش يخرج فيها من لسانه، ماهيش من قلبه، ولكن متأثر بالحقرة باللامبالاة من مسؤولين لا قيمة لهم. تكلمنا عن هادو المسؤولين بأنهم لن ينجحوا ومشي في مكانهم، ولكن للأسف هذا هو مشكل عندنا في الجزائر، لا يوجد رجل مناسب في المكان المناسب. تكلمت على رئيس لجنة الشان، هو هذا تنظيم هذا أوكالي رشيد رئيس رابطة الولائية للعاصمة ومن رجالات أعمارة السابقين في المكتب الفيدرالي، وتكلمت على نائبه طبيب البياطرة طبيب الغيطات تاع سعيدة رئيس رابطة سعيدة الجهوية. ولكن لا حياة لمن تنادي، وكل مرة نتكلم وكلامنا الحمد لله يخرج باللي هادو الناس ما عندهمش كما يقولوا مؤهلات، كما يقولوا واحد الكلام يفوت في ريزو سوسيو كهول. هادو اثروا على الجزائر، تمنينا ناس تكون كومبيتون، تكون ناس مؤهله. تقول لنا اوكالي جان، بصح اوكالي تابع لعصابه عماره الفار في المهيان، عنده ان باسي ما كان والو، ما قدم حتى حاجه من مكان في المكتب الفيدرالي، كانت مراكده وتمونجي وياكلوا ويفواياجوا لفريد ميسيون. هذا هو المهم تاعهم قضاء مصالحهم الشخصيه. هذا اوكالي على بالي واش قضى في هذا الشان، وعلى بالي واش داروا، وغنتكلم عليها في الحصص القادمه باذن الله. ان شاء الله تكون في هذه السهره اليوم. ولكن حاجه اللي اثرت عليا التصريحات المناصرين، نسمعوا بعض التصريحات للاسف. سمعتوا معنا؟ كان قوي جدا، الفيديو اللي ندار في التيك توك كان قوي جدا، غادي تسموه معنا ثاني. هذا الفيديو هو اللي اثر عليا بزاف، سموه معنا تشوف. شكون دخل باين لكن تمنوا ان شاء الله تخسروا قبل المباراه، وتمنوا قال لك التنظيم تاع الكان 2025 ما تديش الجزائر على جال هذا الكهول اللي قاعد من الكره الجزائريه من جاليه سبيزف ووزير الرياضه الفاشل ومحيطه، وخاصه لجنه التنظيم هي اللي تتحمل مسؤوليه التذاكر. شفنا بزنس كبير في التذاكر في السوق السوداء
تبزنيس كبير في السوق السوداء. شفنا اللاعبين تأثروا في لافير دو ماتش قبل مباراة مباراة حتى سهروا حتى تلاتة صباحا، حشموا ما طاقوش يجيبوا دي انفيتاسيون دي تيكي لعائلة تاعهم أصدقاء. لاعب عنده أصدقاء، عنده فاميلتو، عنده نسابو تاع الزوجة تاعو، عنده رديتهم زيرو مع فاميلتهم، سي نورمال يدخل ديموراليزي هاد الجوار. سي نورمال ما تكون تنظيم قوي، حتى اخر لاعب تعطيه 20 تذكرة سريع، 20 تذكرة شحال كاين ديليغاسيون في ليكيب ناسيونال؟ كاين 30، 20 على 30 600 تيكي، ستاد البيض 40,000. هذيك تحت المقصورة رديتوها كاع في اي بي، سي نورمال عطي كل جوا 10 تيكيات ولا 15 ولا 20، عطيه 20 20 انفيتاسيون ولا 30، 30 نعطيهم انا 30 على 30 في الديليغاسيون تاعك، 30 على 50 شحال راهي؟ راهي ما با 100 ولا 100 ولا 200 ولا، والجوار راهم دخلوا والشعب على تيكياته عفوا، لا تعطوا الجمعيات تاع الشتاء والطحين تاع الاحزاب تعطوهم 3000 4000 والناس مد لحبابهم روح بزنس بيحمي. سمعنا ناس قال لك شينا تيكيات 1000 دينار، ناس قال لك شي تيكيات شيناهم 300,000، كاين اللي شراو تيكيات مليون. اسيبوا ما تخلوش القليل. انا اللي علاش ما ندخلش ملاعب جزائري؟ كنت قاعد نجيب فيها تبيع انفيتاسيون صوله ونروح لفلسطين ندخل عود الجي مع بعضها. انا ما ندخلش، انا نستقل جزائري والله ما ندخلهم، ما ندخلش ما ندخلش عباسك على بالي ما كانش. شفنا في افريقيا الناس قاعده تدخل، افريقيا قاعده يدخلوا تيكيات تنباعوا عادي، هذه ذات عادي تونسي تاع خرشف مافيا وصل شعب يتمنى بلادها تخسر ويتمنى الجار المغرب الشقيق هو يدي لاكان، يقول لك الشعب ولا كونتر بلاده عندنا جال تيكي. من جهه ما عجبونيش هاد لي ديكلاراسيون، ما ساسبي با يقولوهم نروح نروح، ولكن تاثير تاع داك الشاب شاف روحه نحقر عنده حلم يشوف النهائي. ها لا بريف ما خسرنا، خسرنا لاكوب، ما يقولنا بلي الدوره هادي الشام ماهيش حاجه كبيره، ولكن معليش حنا المهم السبيكتاكل التنظيم الحيوية اللي تمشت هاد الشان هادي تمنيناها باش الشعب يفرح. ولكن تشوف هذا اوكالي دراري عاطينا الشان، دراري ما عندوش خبرة، ما تقوليش لي كومبيتونس جان البولي جان، هذا بصح ما عندوش خبرة، هذا كان فشل مع عمارة وزفزاف، هذا ما طاقش يجيريه لأن زفزاف رئيس اتحادية ضعيف وضعيف جدا. وين غادا نروحو بكم خاوة؟ حشمتونا حشمتونا يا عباد الله، هاد الدولة تحرك شوية، شوفي شوفي شراه شراه صاري، أنا كلشي نشوفو فيه ولكن مكانش تحركات، كانش تحركات لا تاع المعرفة وتاع التليفون، لا 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 أخي لا خويا العزيز، لازم لازم تكون ثورة في هذا الرياضة الجزائري، لأن بزاف درك درتونا دي بوسطات الله يبارك، نتمنوا الملاعب تاع الجزائر كاع كلها ترجع بعشب طبيعي وديروا كراسة والشعب يتنظم وكذا وكذا وكذا، لأن هذه الملاعب غادي تخلوها لنا كل كل كيقولها كل متحف ما يتيليزيها حتى إيكيب، يجوا غير لي زيت من العالم. حنا نتمنوا كلش خويا كلش. حنا تكلمت على هذا السوجي باش نقول بلي اوكالي وبن حمزه هم المتسببين في هذه الكوارث، خاصة تاني بن حمزه من لعبة لاجيري دومي فينال مع النيجر في وهران وقع كوارث، عيطوا للناس تاني تبهدلوا، لكن اللي سمعت الصوت عندهم جرأة باش يقولوا هذا الكلام باسكو في وهران مساكين ما يبغوش يقولوا، للأسف هذيك هي المحل باسكو وهران مساكين عاقلين مقلالين يخافوا البوفوار، لكن في ألجي الناس تهدر تقول الحقيقة. لهذا خاوتي نتمنى نتمنى هاد الديباراس وهاد لابوبل هادو تاع لي ديريجون من اوكالي وبن حمزة، وخاصة كاين الدورة تاع الإيديسات اللي لازم يكونوا فيها ناس أكفاء بإذن الله. تحية لكم خاوتي 1 2 3 فيفا لاجيري.